اسم الدرس: أتدرب على حل المسائل. المسألة الثانية: اقتنى مواطن من ديوان الأراضي الدولية قطعتي أرض متجاورتين، الأولى ألف واو سين دال في شكل شبه منحرف، والثانية واو باء جيم سين في شكل مربع مثل ما هو مبين على التصميم. اقتطعت إدارة الغابات مسلكاً غابياً هاء واو سين كاف من شبه المنحرف، فأصبحت القطعتان ألف هاء كاف دال واو باء جيم سين متقايستي المساحة. زرع المواطن القطعتين شعيراً، ولتحسين مردود الأرض رشها بالأسمدة الفوسفاطية وبمبيدات الحشرات والأعشاب الطفيلية، فازداد الإنتاج بمعدل 25%، وهو ما يمثل 8 قنطار في الهكتار الواحد مقارنة بالسنة السابقة. أبحث عن الأبعاد الحقيقية للقطعتين الأصليتين. الإجابة: نلاحظ أن التصميم قد رسم وفقاً للسلم 1/500، بالتالي كل 1 سنتيمتر على التصميم يوافقه 500 سنتيمتر على الواقع، أي أن كل 1 سنتيمتر يساوي 5 متر. لذا فإننا إذا أردنا معرفة الأبعاد الحقيقية للقطعتين الأصليتين نضرب بعد كل ضلع من أضلاعهما في 5. الأبعاد الحقيقية للمربع: ضلع المربع باء جيم يساوي 14.4 سنتيمتر في 5 يساوي 72 متر. الأبعاد الحقيقية لشبه المنحرف: القاعدة الصغرى ألف واو تساوي ألف باء إلا واو باء في 5 يساوي 28.6 إلا 14.4 في 5 يساوي 14.2 في 5 يساوي 71 متر. القاعدة الكبرى دال سين يساوي دال جيم إلا سين جيم في 5 يساوي 30.2 إلا 14.4 في 5 يساوي 15.8 في 5 يساوي 79 متر. الارتفاع واو سين يساوي ضلع المربع باء جيم يساوي 72 متر. أثبت أن عرض المسلك الغابي المقتطع من الأرض يساوي 3 متر. الإجابة: مساحة القطعة الأولى ألف واو سين دال بالمتر المربع 79/71 في 72/2 يساوي 5400. مساحة القطعة الثانية واو باء جيم سين بالمتر المربع 72/72 يساوي 5184. مساحة المسلك الغابي الذي تم اقتطاعه من قطعة الأرض الأولى: مساحة شبه المنحرف إلا مساحة المربع 5400 إلا 5184 يساوي 216 متر مربع. نلاحظ أن المسلك مستطيل الشكل، بالتالي فعرضه يساوي قيس مساحته على طوله. الطول يساوي واو سين يساوي 72 متر. عرض المسلك يساوي 216/72 يساوي 3 متر. ما كتلة إنتاج الشعير من القطعتين معا بعد المداواة والتسميد؟ الإجابة: لمعرفة كتلة إنتاج الشعير من القطعتين معا بعد المداواة والتسميد نبحث عن المساحة المزروعة بحساب الهكتار، إثر ذلك سنتحصل على كتلة إنتاج الشعير. المساحة المزروعة 5184 في 2 يساوي
10368 متر مربع يساوي 1.0368 هكتار. كتلة الإنتاج بعد المداواة والتسميد، كتلة إنتاج الهكتار الواحد في المساحة المزروعة 8 قنطار في 1.0368 يساوي 8.2944 قنطار.